اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معانا لعبه الاسطوره بروس لي. استنوني. اهلا بكم مره تانية. لعبه ممتعه جدا، لعبه اسطوريه بتجسد شخصيه الاسطوره بروس لي. طبعا في عندي هنا ريورد بتجمعها فلوس كل ما بتعمل تتقدم في حاجه. واو ده كتير قوي. الفلوس اللي معانا دي الكوين بنستخدمها ان احنا بنعمل ابجريد للشخصيه. في هنا مثلا اهو السكيلز بتاعته. في عندي هنا اقدر اعمل سكيلز للباور. تمام. طبعا ما تقدرش تلعب على طول، هيبقى 5 محاولات بس، كل جيم بمحاوله وتستنى لما يعمل واو. الموسيقى بتاعت اللعبة جميلة جدا جدا، حماسية. نظام الرسومات بتاعهم والشخصيات، ومقلدين الشخصية بالظبط، مقلدينه بالظبط في الرسم وفي الحركة. لعبة جميلة جدا بجد بجد، ممتعة جدا. تقدر تضيف سبيشال باور للجيم قبل ما تدخل، زي مثلا دي، بس بتكلفك 500 كوين. خلينا نشوفها مع بعض. طبعا بنضغط عليها من فوق هنا كده. واو
بيبقى بقى ايه، بيبقى قوي جدا. واو تقدر تغير الملابس اهو، تقدر تغير مثلا تلبس كاجوال او تبقى كده، تقدر تلبس ملابس مشهورة جدا عن شخصية بروسلي تقدر تلبسها. تحفة. وكمان بتزود الملابس دي، بتزود الباور بتاعت الشخصية. وتقدر كمان تشتري شوية مش أسلحة، هو زي تلبس مثلا جلوفز كده، جلوفز ده برضو بيزود الباور بتاعك، او النشاكو اللي هو النشاكو اللي بيلعب بيه دوت، بس طبعا هو محتاج فلوس. الفلوس ظبط بيها السكيلز بتاعتك ويدخل جيم. لعبة جميلة جدا جدا جدا، الشغل اللي عاملينه رائع فعلا، الصوت الرسم اللي هم عاملينه، تقليد الشخصية الكاركتر محترف، شغل احترافي جميل جدا جدا. النوعية دي من الألعاب بتتظلم شوية لما بنلعبها على الموبايل وبالتاتش وكده، يعني هتبقى ممتعة أكتر لو استخدمنا لها جيم باد اللي هو عبارة عن جهاز كده بنركب فيه الموبايل، بيبقى أقدر أتحكم في اللعبة بالأزرار. لعبة خطيرة جدا جدا، هسيب لك اللينك بتاع الديسكريبشن ان شاء الله تعجبك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من جيمر بالعربي. مع السلامة.